استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد ستيفان سيجورنيه وزير الخارجية الفرنسي والوفد المرافق له، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الوزير الفرنسي حرص على نقل تحية الرئيس ماكرون للسيد الرئيس، مشيراً إلى أن الرئيس ماكرون كلفه بالقيام بجولة إقليمية للإسهام في جهود خفض التوتر والدفع في اتجاه التهدئه على ان يختتم جولته بزياره مصر لاطلاع السيد الرئيس على نتائج الجهود الفرنسيه ذات الصله وفي هذا الاطار اشاد وزير خارجيه فرنسا بالدور الحيوي الذي تقوم به مصر في الوساطه المشتركه مع قطر والولايات المتحده بهدف التوصل لاتفاق لوقف اطلاق النار في قطاع غزه وتبادل الرهائن وقد شدد السيد الرئيس في هذا الصدد على ضروره تضافر جميع الجهود لاغتنام فرصه المفاوضات الجاريه والوصول الى اتفاق يحقن الدماء ويجنب المنطقه عواقب التصعيد مؤكدا ان استمرار الحرب بالقطاع يجر المنطقه الى دائره مفرغه وخطيره من عدم الاستقرار ومنوها الى مسؤوليه المجتمع الدولي فيما يتعلق بالضغط لخفض التصعيد ومعالجه جذور هذا النزاع باقامه الدوله الفلسطينيه وانفاذ حل الدولتين وهو ما اتفق معه وزير خارجيه فرنسا مؤكدا دعم بلاده الكامل لتلك الجهود واستمرار نشاطها المكثف بهدف انهاء حاله التوتر الاقليمي الراهنه وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول كذلك تأكيد قوة ورسوخ الشراكة الاستراتيجية المصرية الفرنسية والعمل المشترك لتطوير وتعميق أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين.